ممارسة الرياضة هي مهمة بزاف في الشهر نتاع رمضان. علاش؟ لأن كتساعد الذات باش تذوب المواد الدسمة اللي كنكونوا اللي كتكون تراكمات في الجسم ديالنا. هذه من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للشبان اللي عندهم قل من 25 عام واللي هما أثناء فترة النمو، فالهرمون اللي هي كتحكم في النمو بطبيعة الحال هي كتهي كتكاثر مع ممارسة الرياضة في شهر رمضان. فهذو هما بجوج بهم فوائد مهمة بالنسبة لممارسة الرياضة في شهر نتاع رمضان. ما خصناش نمارسوا الرياضة في شهر نتاع رمضان بصفة عشوائية. كاين واحد التوقيت وخاصنا نحترموه باش ما يوقعوش لنا مشاكل ومضاعفات سلبية للجسم ديالنا. فالتوقيت اللي نقترحه هو أننا يا إما غادي نمارسوا الرياضة ساعة من قبل الإفطار أو لا ساعتين من بعد الإفطار، بشرط أن إلا اخترنا أننا نمارسوها ساعتين من بعد الإفطار أن الفطور اللي غادي نتناوله يكون خفيف ما نتقلوش علينا، لأن ما غاديش يمكن لنا بطبيعة الحال نمارسوها ساعتين من بعد. فالوقت مهم. علاش؟ اولا ما ننساوش بان النهار ديال الصيام طويل فيه 15 ساعه تقريبا. ثاني حاجه ان درجه الحراره مرتفعه شويه، ما نشوفوش مغير مدينه الدار البيضاء ولكن مدن اخرى كتوصل حتى 30 والفوق الان. فما يمكنش وغير صحي اننا نمارسوا الرياضه مثلا مع جوج ديال النهار او لا مع ربعه ديال النهار وحنا باقيين مازال عندنا واحد العدد ديال السوايع ديال الصيام. هذاك الشيء غادي ينعكس على الجسم ديالنا بصفه سلبيه، غادي يمكن النسبه ديال السكر في الدم تهبط بزاف، والا مشات تهبطت بزاف راه يمكن الواحد يطيح في غيبوبه. هذه من جهه. من جهه اخرى بحكم اننا ملي تنمارسوا الرياضه تنعرقوا، فملي تنعرقوا تنضيعوا واحد النسبه ديال الماء، والجسم ديالنا راه متكون تقريبا ب 70% ديال الماء. فهذاك الماء اللي كنكونوا ضيعناه خاصنا نعوضوه، وباش ما قللنا من ديك الوقت باش غادي نعوضوا به الماء كان احسن بطبيعه الحال. فمنين تنمارس انا الرياضه واحد ساعه قبل من الافطار، يعني ما تنجي في نسالي الرياضه ديالي، تناخذ الدوش ديالي، تنفطر، ما كيوقعش لي مشكل. ولكن انا مني تنمارسها في واحد الوقت شويه مبكر وخاصني مازال واحد العدد ديال السوايع وتنحرم الجسم ديالي من واحد النسبه ديال الماء، تنهلك راسي. غير صحي ساعه قبل من الافطار او لا ساعتين من بعد الافطار.